من 2014، خديت الشقة ديالي في 2014 سوفيني من عند رئيس الودادية، كان تعامل معنا بكل صدر رحب، وسايرنا المشروع بجميع العراقيل ديالو، جميع الأزمات اللي كان عيشوها وجميع الظروف، حتى كان تصدمو دابا مدة ديال واحد العام وشهر بالتوقيف ديالو والحكم عليه بالسجن لأسباب من بعد غادي نذكرها. الشيء اللي خلى ان المشروع بالكامل يوقف، وكيف ما كتشوفوا يعني في المشروع راه غادي في الطور ديال الفينيسيون، في الطور ديال التجهيز، الناس كتسنى المشروع بفارغ الصبر واحد السنين طويله، لان كتعرفوا بان الوداديات على حسب العدد ديال المنخرطين، على حسب الاموال، على حسب اشياء كثيره، هذا الشيء اللي كيخلي الوداديات تاخذ واحد المده ماشي بالقصيره. كنتفاجئوا بالقبض على الرئيس، هادشي اللي كيحرمنا من الشقه ديالنا اللي ما بقاتش يعني فيها واحد 90% ديال الفينيسيون، ما بقاتش لها واحد التجهيزات بسيطه اللي غادي تضيع مع مر السنين، وهادشي غادي يمشي يعني هباء منثورا. رغم بعض الادعاءات، والاسباب الرئيسيه ديال هاد المشاكل كامله هي واحد المجموعه اللي توقفات على الدفوعات من 2017 وكتطالب باستبدال الرئيس، ماشي لانهم كيطالبوا اختلاسات او سرقه او لا، كيطالبوا بتغيير المكتب باشياء داخليه. احنا عندنا التزامات مع يعني مع المياه طاشرون، الناس غادي تجي تبني ليا، عندي هو معها اصلا عقد، انا خصني نكمل الفينيسيون ديالي، انا المبالغ ديالي اديتها كامله، حتى كنتفاجئ بالسجن ديالو. والمفاجأة الكبرى هو أنه نهار 23 يناير مع الصباح أمام محكمة ديال السيناف، كنتفاجئوا بواحد الناس اللي خدات المبالغ ديالها ودارت تنازلات، كترمي الرئيس بالباطل، لإعطاء واحد الصورة للعدالة بأن السيد مختلس 10 ديال المليار، بأن السيد مناصب على 350 ضحية، هادشي لا اساس له من الوجود. 30 ناس خدات الفلوس ديالها، وواحد الفئه كتجتهد كتشحن ناس باش يديروا ليهم الوكالات باش يزيدوا يضغطوا، باش يزيدوا في الشكايات، باش يزيدوا يغرقوا الرئيس. حاليا اللي مأيديننا 150 واحد، يعني واحد النسبه كبيره ديال المنخرطين مأيده بان الرئيس يكمل المشروع، هو اللي عنده التزامات معنا، هو اللي يعني كان واحد العقود، كاين اشياء كثيره اللي هو اللي كيسيرها، بان السجن ديالو خراب لهذا المشروع وخراب تالي نحنا. هذا المشروع غادي يمشي لايادي اخرى، غادي تقدر تستغلو اشياء كثيره مورا هاد الستائر. ما كايناش الناس اللي كفء، يعني اللي كانت مثلا كتسايروا في جنبو في الوقت اللي كان مثلا المشروع غادي، يلاه بانوا النهار اللي تقبض عليه، جاوا ناس قال لك حنا نسيروا المشروع باي حجه، باي صفه، اي اهليه، اي كفاءه عندك باش تسير هذا المشروع؟ ما يمكنش تحكم في الابتدائي بأربعة سنوات ونص. لكن مع الوقفه اللي كانت نهار اثنين، كنشوفوا باننا خصنا حتى حنا نقولوا الحقيقه، لانهم كيعطيو واحد الصوره غير واضحه للعداله. كتعرف بان الناس ملي كتخرج وكتكلم كيقول لك اي واحد كيتكلم راه كيدوي على حقه، لكن هذاك الحق اللي كيتكلم عليه كنتمنى من العداله انها تزيد تبحث فيه، وانها تستجوبهم، وانها تزيد تطالع على اشياء كثيره خفيه. ناس خدات رزقها ومازال كطالب بالسجن الرئيس، كنطالب باطلاق السراح ديالو واستكمال المشروع للاستفاده لواحد المجموعه ديال واحد 400 منخرط واكثر في هذا المشروع، بانهم يستافدوا بالمشروع ديالهم اللي كان واحد الحلم، كان واحد الامل ديالهم ديال واحد المده ديال ما يفوق ديال 12 سنه.